ليك الدلو ما فينا كتير نسرع، لأنه الدلو أهم كوكبين موجودين ببرجه. الدلو عندنا زحل، هالتراصف اللي حكينا عنه زمان الدلو هلأ موجود عنده لبرج الدلو. فمواليد برج الدلو هيدي سنة 2021 هي سنة حاسمة، سنة جذرية، بتقبع الأمور من كعبها وبتغيرها. الحلو إنه مواليد برج الدلو من الأشخاص يلي بيتأقلموا مع التغيير، بيتأقلموا أصلاً، هن رب التغيير، هن اللي بيحبوا الثورة وكسر التقاليد. فهيدي السنة رح تتكسر الكثير من التقاليد والأعراف عندهم بحياتهم، الأمور اللي هن متكلين عليها رح تتغير جذرياً، ورح يجي مطرحها أمور جديدة كتيرة. ببدوا بينجحوا كتير، لكن بدوا يتقبلوا هالانقلاب الجذري يلي رح بدق بابهم. أنا بهمني من كل هالأشياء عند مواليد برج الدلو الصحة، لأنه زحل مطرح ما يكون بتراصف بأي برج أول شيء بدق فيه هو الصحة، الصحة والأهل وهالأمور اللي كتير 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 قريبة منه. فزحل هو موجود عند مواليد كانون الثاني جانيوري، ومواليد واحد اثنين وثلاثة شباط، لكن بشكل خاص عند مواليد جانيوري. فبكل هيدي السنة ومن كل مواليد برج الدلو بقول لهم لي مواليد جانفيه انهم ينتبهوا على استقرارهم بشغلهم. رح بيكون في زيارة للمشتري رح بتساعدهم كثير، رح بتساعدهم ورح تفتح قدامهم مجالات هائلة، خاصة بأول شهرين من سنة 2021. هدول اللي بيتابعوها عندي كشهريا بيقدروا يعرفوا كيف ماشي. صحيح، على شانل اليوتيوب. قد ايه بدنا نعطيه للدلو علامة وانهي بالحوت؟ الدلو انا بدي اعطيه لانه في عنده المشتري ببرجه وكل 12 سنه المشتري بيزوره، ففيني اعطيه واقول له انه هيدي سنه حاسمه جدا. صحيح في اشياء بتقبعها من 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 كعبه، لكن في عندك سنه كل 12 سنه هالمشتري بيزورك، فيها تكون 7.5 8.